السلام عليكم، معكم سعد بجديد مع هو عبود المزة عبود اكس اكس. اخ طيب اكابوي ولا ايش؟ ترى واحد مع سفراء يتضايق. يلا حمينا اوح مت انا شوي. نبدا ترانا جايين من ادمنين ذاي. ايه وش سو؟ كيف يضرب ذا؟ وش ذا هاك؟ ايه اللي ورا واي فاي. شو واحد يضرب كذا ضق نفسه خمس قلوب؟ ايه واي فاي. لا 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 اوه ماي جاد. انت رايح اكاوب صح؟ واحد وراي. نوب يا نوب نوب ما مع سيف. ما هلا مع سيف. ايش تراك؟ رح يسار. جاي معك اخاف اموت والله، جاي معك اخاف اموت. اي تعال معي، لقيتك دروع سيف. طيب جي اجلنا. طيب يا عيال، طيب طبعا هذا سباك حق واحد اسمه ايهاب في الكومنت. والله انتم ما اي طبعا حق ساد بيبي يعني حقي تقريبا مسويه يعني لي ان شاء الله عليه ضاقه ان شاء الله يعرف يصمم. تعال خط هذا هو ساد بيبي، حط لكم في الديسكربشن. بالضبط. ها وينك الابي الاي بي حق السباك؟ معك سيف؟ معي تقولي تقولي معي لك انت وسيوف ما ادري ايش. المهم ابي سيف انا عشان ما اموت. في واحد هناك، في واحد مع سيف جايني. اركوك ارجع ايه تعال ورا هذا شوفه. ما هلت اعطي الفوز معك فوز. طيب لي طق الحين امسك فوز. خلا معك بروح ادفنك. يلا طبعا مسوي نفس حق ذيلي بس هذا ما عجبتني يا ريهاب اللي في النص. هذا التصويب اللي في النص غريب شكله، لو تحطها على العادي يصير احسن. اوكي شلته. يلا طقه. لو تحطها على العادي يا ريهاب يصير مره كويس. ايه سيف وين معي سيف سوينا للدفن في البحر؟ اي بالبحر قدام. اوكي إيه مع بو ارجع مع بو لا 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 صد. تعلمي ما يطق يا عم يا شيخ. تعلمي ما جايك فوت مهلس. امسك رماتك. خلنا نروح ناخذ هذا المهم. طبعا كل ما معك فدر اي معك فدر مسك ذا ما بيه. كل ما ادخل جيم احنا واحد هاك يعني ما ادري لمتى ما ادري. كلمنا المود قال لي، قلت للمود بيصير مود، قال لي ادخل موقع وسجل وان شاء الله يقبلونك. دخلت الموقع وسجلت بيصير مود يعني لاني بعطي الناس هاكات ان شاء الله يقبلوني. يعني بس ودي اصير مود انا صراحه بس عشان هاكات بصير مود يعني بيعطي الهاكات بان بس هذا اللي بيه. ما بقى شيء في المود يعني اضافي. لو بس اقدر اعطي هاك خلاص بان خلاص انا يعني هاكات بشكل فظيع ما تقدر تلعب. في واحد ترى نفس هو جاء ترى ما تقدر تلعب من هاكات. فوق معك سيف عندك من فوق. دعست المهم فما تقدر تلعب من كثر الهاكات يعني. واحد يجيك فلاي كل اورا في البحر هنا يطير فوق كذا ويجيك يطير فوق ويجيك سبرت من تحت المحر. ولو قلت له ليه تسوي هاك يقول لي والله طفشانه بيطقطق. شو الطقطق بهاك الله يقطعه بليسك يا. المهم احس دبت الميل لكن يلا كلشت فهمت. كلشت على التقديجات اللي ما طيب. ما شفت انا بعد. وينك؟ سكن الجديد ذا الأسود مدري كيف. أنا تحت. طيب خيط التسمان فوق أنت؟ يب. هذا أنت اللي نازل؟ إيه. لا مو بنت. لا مو بنا هذا واحد. أيوة تشوفه. أنت مدمج أنت مدمج وخر عنا مدمج أنت وخر عنا. طويلتين. أوه. أيوة لا الدفة. عندك. طيب هذا بس هالمت. معك شيء لي فود شيء أيرون. لا والله ما معي. معك سنارة لي؟ امسك بو امسكين اثنين تبي بو استك حبة استك. طيب يلا تعال امشي الشجر يمكن نلاقي فيه. طيب طبعا رسباك مرة رهيب يعني اول مرة اشوف رسباك كذا يسوي ما شاء الله عليه يعني حق الدروع يعني حق الدروع. اشوف كيف حلو كذا رهيب يعني معناه كلمة رهيب. وال التفاحة شكلها كأنها حقيقي. شوف كيف التفاحة شكلها حقيقي كأنها ما شاء الله عليها يعني لعيب. حتى الأصوات حاطة نفس تقريبا الليري والسيوف حق الزيتخارة يعني جايب كم سباك مدمج فيه لكن طلع حلو يعني آخرتها جا
جابها يعني نفس ما يقولون. طيب هذا انت كيف روح روح شجره يمكن تلاقي في ناس في يعني مخوذ او خذا يعني رخذه يعني اتوقع لا ما حد خذ لان هنا في كثير اشياء. طيب رخذه بروح سفينه لقيت ذا بوتن اكسبيرت دمع في جح يا مخوذ مخوذ قالك. طبعا طبعا في كم واحد بريم ترتبها لازم ندر نفسنا ممكن ما معك سنارة معك سنارة لنفسك انت اي معي سنارة ايه ليه. طيب ما معك ها لا طيب اهم شيء معك سنارة انت امشي روح تنتي في واحد في تنتي اسمه خالد 4444 اوه في ثلاثة في ثلاثة تيم اي تيم 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 خابط ارجع ارجع اسمين رمادية. طيب تعال 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 يلا جيجي ثلاثتهم بالضايق دف دف خالد علي اوف اربعة صاروا انت بدأت تموت اندس اندس خالد خوينا ترى خالد خالد انا اوكي اللي ورا يا بقرة اللي ورا يا بقرة اوكي يلا يلا خلك كله اللي ورا اللي ورا دعس واحد دعس واحد بقى الثاني بيموت والله بيموت دفن 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 طف مدعس حبيبي والله درس نوم باقي خالد 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 ترى سوي معي تيم قلت لك تيم 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 ادعس شيل 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 يا رجال شوف ادعس نوم كبير الجيم قايل لك والله بدون هاك اقسم بالله انه عبود تفجير في الجيم نفس ذا كله مدرعم تفجير والله تفجير لو انا ما في هاكات هاكات يخربون اللعب اخر جيم زبط ادعسنا كل شيء فول ايرون حبيبي سوا ما ابي شيء ابي سلامتك بس سنارة معي سنارة طيب. معي كل شيء يا حبيبي معك دايموند وايرون اي ما احب اتارون امسك ستيك اعطنا ايرون لا معي معي ستيك معي كثير طيب خذ خذي طيب خذي واخر قدر من زبالتي برمي طيب طيب هذا الفود اللي هنا حب الدايموند تعطيني اياه ليه خذها انت تلقي ثاني طيب يلا داس نعم داس يعني كان بقعد ثاني دث ماتش جيم خرافي والله اي والله كذا 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 بدون هكذا داس ما شاء الله داس نعم داس طيب كلهم بريمو داس نعم امشي امشي سوي سفاير والله اخذت نقاط منهم كثير انا خذت من واحد بين تقطة بس انا سويت متين ما اخذت ذبحت خالد ذبحت خوي هيرو ذبحت ذاك انا ذبحت هيرو بس خذت منه 100 نقطة شيء جميل صراحة خلصت هاي بدون هكر والله كذا دائما جيم اي والله لو في بلوجن لو في بلوجن يعني يكون ما في هكات يعني اي واحد يدخل هاك في السيرفر يطلع على طول التحديث بان. الجديد بيرجع هذا التحديث الجديد 1.8 بترجع سناره وبروح الهكات اشترك بروح الهكات لان بيقعدون يطلعون هكات ثانيه لان كل تحديث لازم له هكات فهمت؟ ايه يعني بيقعد له فتره كذا ما في هكات فترة يمكن كذا شهر شهرين بوم على طول هكا فيدون اهم سنارة اهم شي بترجع السنارة خلاص رجعت السنارة دعس 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 مدعس ما بقى له شي ترى التحديث يعني اسبوعين او كذا يعتذر ان شاء الله يعني ان شاء الله يعدلون يشيلون الهكات من الشركة نفسها يشيلون الهكات يعني هم مديرهم يشيلون الشركة الهكات لك ما يبون عشان يعني يقولون التحديث الماضي خلاص يعني راح فهمت؟ يعني تهديد الماضي خاص بعد ليش تبين نرجع الهكات تهديد الماضي خاص بروح يعني ما حد فهم لك ندري المهم يلا يلا عطى نعطيها في الزاوية بس خذ خذ احلى فود معي معي كثير فود انت فيك انت والله رميت الفود طيب يلا ديث ماتش جيم مرة ما شاء الله طيب يلا يا رب نفوزنا في الارون في اثنين من وب سلاش ريكورد هذا انقطع 79 وذاك سي انقطع 900 يعني ام شوف مات 1100 مرة وذبح 300
الله كتاب الله يضحكون هذول منهم. زين دبينج خرب؟ لا 150 ممكن جي جي. جي جي. خل خل معك سيفتون، خل معك سيفتون، ان شاء الله عندهم سيفتون. لا معه معه. اكيد معه. البينج 200. يمسك. شوفك منقلق. اوكي يلا من حظك يا سعد. لا والله ما تدري انت، ترى ما دخل البنك يعني، انت تعرف بتنبنك. شوف كل واحد على واحد، ها انت باخذ واحد انا اخذ واحد. يلا انا حظي بخير. اوكي مع سيف مطور. انا باخذ اللي خمس نقاط مسكين. طبعا البارت تقدر مكتب ايز رهيب صراحه يا شيخ. شوف ما اقدر ما اقدر ما اقدر اطق ما اقدر اطق. شوف ازيك بلعت تي ان تي ثانيه مات. درج درج يا اخي، هذا قاعد يمثل من ماب ذا. مين ملقلق؟ انا ملقلق. وين درج؟ يلا باي يلا باي. قاعد اطقطق عليها انا، مشكله بتموت. لا 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 لا، وخر 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 وخر. احشل احشل انا ملقلق. ما عليك شيل ابوه بعد. يلا وقتها غلط مره. منو بمشكله؟ خلا خلا بالله ليه؟ كيف مطور انت؟ يا حبيبي لو ايش خلاص يدعسني. بنج رجع. الله يا بنك. يا شيخ اف 5 والله لو تشوف المقطع داس اف 5 اقسم بالله. ابي اف 5 مرتين على وجهي فهمت، مو على شو اسمه. شوف وش هي ستان ستان اكيد امسك. عطني الشنطة. كيف بفضل؟ بخلي نفس دروعي نفس دروعك. كم ناقص؟ ثلاثة أنت؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. لا ثلاثة ونص. خذ هذه خذ هذه. خلاص خلاص كذا 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 ثلاثة ونص. أوكي جيبها. فضي. يلا حتى أنا فضي شوي. لبس النارة؟ أي نعم. صنارة. صنارة طايم. والله عندي فود كثير. والله عندي لاك كثير. شوف بينك بتنسبيك تكفى يا رجال. انا شوف يلا تنزل 150 كويس يعني، ها سلك في نفسك. 150 يلا عشان بروح اتسحى بعد شوي. قاعدين الساعة واحدة ونص الحين. يلا يلا جو 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 يلا جو. بس طفي النار عشان ما نموت فيها. نكبة نكبة. طفيت يلا جو. كم باقي دقيقة؟ باقي 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 خير إن شاء الله. أوف دخلت فيني دي. ياي وش شو السنار متى تطلع بس؟ باكل باكل فود. اكل يلا خذ راحتك خذ راحتك يا بعدي. يلا كيف الدلع بس؟ باكل 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 يا الله باكل. تعرف في طقطق طقطق طق طق من الحشنة فهمت؟ ايه لا طق عشان نتعادى طق واحدة طقة ها. اوف اوف غريب ما ضربتني. شوف واو السنة على وشك انها تشتغل انت. عارف اقرب اليمين لو جي جي اوكي جي جي لك. طبعا يلا يلا اختمها انت بدل ما انك ندعست. ما عمري ختمت حياتي من جدك. يلا اختمها اختمها العيون يلا كم. لا اختمت اختم يلا اختم. ما اعرف اختم انا ما عندي قناة ما حد كمان عنده قناة وش اسمه مقطع حذفة. المهم هذا كان الفيديو ان شاء الله انكم استمتعتوا. يا رب ما يكون في خراب. اسكت اسكت. ان شاء الله ما يكون خراب الفيديو. بس هذا كان عندي. اشوفكم على خير في امان الله.